تحية لكل متتبعي الكرام، مساء الخير، تحية أخوكم حميد العقاوي عن طاقم شوف تيفي، ونحن في الطريق نحو القرقرات. يعني إخواني لحظات وسنعود نعيش هذه الأجواء الرائعة وأنتم أروع. سرعة واد أردي، ونحن على الطريق في اتجاهنا للقرقرات، كما عهدناكم أن طيلة هذه الجولة غتكون برامج عبر المباشر. تابعونا إخواني، وهل سبق لك وأنك زرتي هذه المنطقة الرائعة اللي كل شيء برمينا بألف شاب؟ إنها الصحراء المغربية. كنتواجدوا بالضبط، كنتواجدوا ما بين اخ فنير والعيون. اذا اخي المتتبع، لان الحمد لله ان طريق جد رائعه وانتم اروع، ولكن لا بد لكل الزوار انهم يردوا البال من الرياح اللي كتكون، وبالتالي كتجلب الرمال خاصه بعض المرعرجات فالحيطة والحذر. قضية أخرى مازال ما قلتها لكم هو رد البال، بزاف رد البال، حيت تكون غادي في هاد الطريق الخروج المباغيت ديال الجمال، واللون ديال الجمل تقريبا تيكون بحال اللون ديال الأرض أو ديال التربة، الشيء اللي تيخليك أنك كتفاجأ بخروج جمال اللي عطات حوادث سير قاتلة. نحن محتاجين للدعوات ديالكم، فاللهم يسير نعيلة. وعلى اليسار طرفايا العيون، سير على الله. انتباه، خروج أو عبور حيوانات أليفة هناك يعني وش الجمال. فدعواتكم إخواني، أجواء رائعة ونحن في الطريق إلى القرقرات. التواجد ديالنا في النقطة الكيلومترية 11 ما بين أخ فنير في اتجاه العيون، اللهم بارك. عيث ماليث استمام إذا نام صحت لاباس، كل شيء بخير. لا تمنى قصدي ربي أتيري من لاباس بخير. نبدأ إن شاء الله أن يجي البرنامج، إن شاء الله البرنامج وطني كان في قناة شوف تيفي، فأنت نتمنى إن شاء الله التوفيق والدعوات ديالكم. أبريد المان أيثما مغربيت، صحراء مغربيت، سير على الله. و 171 الى مدينه العيون. دائماً كتشد الخطورة على مستعملي الطريق، اللهم يسير. هوت هوت Good blow.
رائعة رائعة رائعة، مشروع رائع. سهلية بركان، تحية لك خويا سهلي. شحال البرو حمداوي؟ اي بلاصه زوينه انا قولوا لي باش ندوز عندها، علاش لا الاخوان؟ اي بلاصه شفتوها انا راه تكون سياحيه ندوزوا لها، حنا مسافرين جميع، علاش لا. يلا سير العصير على الله ونسلم. يلا بلادنا جميلة وكبيرة، هي يا سيدي سير على الله. تحية لنزيلة قلموس فايان وتستمر. نشوفوا الموسيقى دائما، والموسيقى دائما. شكرا، تحية خويا سهلي الله يحفظك. كل واحد يقول لاش مدينة راه مكونيكتي معنا، واش عمرك جيتي لهنا؟ واش نويتي بأن الطريقة تكون هكذا بهذه الطريقة الرائعة؟ عيشوا هاد اللحظات ودائما ردوا البال للجمال وللرملة. مكناس خويا حمدو صلاح، خوتي العزاز دعواتكم، تبارك الله عليكم. سير على الله، بلاد الامن والامان. اخي المتتبع تبارك الله عليكم وتحيه لكم، شكرا على الدعوات ديالكم. يلا كل واحد كلشي يشارك الدراري، اش من مدينه راك متبعنا؟ كلشي يشارك، يلا حنا مسافرين جميع. شوف شحال عندنا وصل، شوف شحال عندنا الحق. خليت الحوت في اخ في النير، لا بدا اللي وصل اخ في النير لا بدا خصو ياكل الحوت، ولكن هز الماء تقدر تعطش الحوت. بيني وبينكم تعطش الى عرقتيها حوت، ايوا هز الماء.
كاع يا الشكا. سير الله تبارك الله عليكم. تحية لكل المتابعين الكرام. كل واحد يكتب اش من المدينة راكم كونيكتي معانا. رد البال جوج حوايج، الخروج المباغت ديال الجمال هو الرمال. واو زاد هاو ولا وحش يسير. كراشي واحد دابا نيت برافو. تحية للناس ديال الرباط، تبارك الله عليكم. نعيشوا هاد الاجواء مرة اخرى ونحن في الطريق الى القرقرات. طاقمنا محتاج للدعوات ديالكم. طرفيات 50 كيلومتر، العيون 151. أرى غير هذا كاك تشرب. متابعي الكرام، كل واحد يكتب لنا اش من المدينة. مشروع رائع والله العلي العظيم، اول مرة كنشوف مشروع كامل ومتكامل، وغادي ينخص من حوادث السير القاتلة اللي كانت تعرفها هذه المنطقة. فاللهم يسير. طنطن البارح انا كنتو هاد الصباح تما خويا. للاسف للاسف. شكرا خويا حمدي. شكرا لان كاين المشكل ديال الرمل هنا خايب بزاف كاع، مشكل خطير هذا ديال الرمال هنا، وخاصه بالليل. تحية خويا ابراهيم بحسين. تحية للشوافر ديال الكاميونات، تحية لهاد الناس، تحية لهاد الناس. كما كنشوفوا بان الطريق الاغلب ديال وسائل النقل اللي كدوز هنا وهي الشاحنات. تبارك الله على الشوافرية. يبردان ايما يبردان، وذو قرد خسر سوري بعليضة.
رائعة إخواني. ربما تنتمنوا تكون لا تنتمنوا أنني نكون خطأ. كاين تزاحم ديال الحديد هنا قدامنا، تنتمنوا السلامة. لا شاحنات، مجموعة الشاحنات ديالنا كتكون بعض الحوادث تسير قاتلة في هذه الطريقة هذه. كنشوفوا الأغلبية الشاحنات. تحية الشوافرية. تحية الشوافرية. هديك
هاديك هاديك. اسد اسد. إنه المغرب أرض الأمن والأمان. عايش بلادي الصحراء المغربي، الصحراء المغربي، عايش بلادي، عايش بلادي الصحراء الاخوان، باش تشوفوا الفرق دابا عندنا هنايا في الصحراء وعندكم الاغلبيه غادي تلقى دابا وصل الظلام تما عندكم. كنشوفها في واحد الكومونتير ديال هشام، هشام قال لك حميد شت تما مازال الضو، وحنا راه الظلام عندنا. كل واحد يطلب من الشرجم يشوف اش واقع. يلا الفرق، واش طايح الظلام تما وهنا مازال. سير الله، تحية لكم وتبارك الله عليكم. نحن على بعد 40 كيلومتر من اش شنو مازالنا هنا؟ حنا في الشارع العيون ولا لا؟ العيون مازال شي 170 ولا. سير الله. سير ولو في رج واحد بر الأمان، إنها الصحراء المغربية. سير على الله. يلا دادي كل شيء وحنا مسافرين جميع. كل واحد يقول لي أش بمدينة وكي جاتك الأجواء. وتستمر الرحلة نحو القرقلة. دعواتكم الاخوان كل شيء. يلا نتمنى كل واحد يقول الله يرضى عند وليداتنا بخير. يلا اخوان طرفايا، الجواب صحيح. القهوه غادي تقهوى في طرفايا. اش من قهوه عزيزه عليكم في طرفايا اللي بغيتو نشربوا فيها قهوه. يلا الدراري كل شيء شارك. الاخوان اللي دازوا طرفايا، اش من بلاصه تما في طرفايا كتقترح عليا نوقف ونشرب قهوه. الحاجة محزون وما يتحليل ويستهنى. والراحة عندك الحاجة محزون، تتريزير في شي سيمانة تما. تحية ليك.
ان شاء الله ملي الطريق مزيانه غادي تحركوا المشاريعنا في الجنبات ديال الطريق. انا يعني ديما جيب معايا كلمه تيقن الزيت، هز معايا كلمه وتيقن اخي المتتبع ديما من العجلات ديال السياره، ورد البال من الجمال ومن الرمله وسير الله. شكون اللي تمنى هذه السفريه؟ يلا كل واحد يكتب، يلا شكون اللي تمنى يكون معنا؟ واخا اننا تنتعاملوا عائله وحده وراكم مسافرين معنا، علاش لا؟ يلا نشوف التفاعل، شوف اللي تمنى عندكم شحال. قالوا وين السفريه؟ شوف شحال اخويا الى طلع الصبر. يلا ما تنساوش انا حسن، تبارك الله عليك، بكي تحية ليك خويا من مريرت، تحية الناس من مريرت. قول العريس بشحال تبارك شد مني يلا تحية لكم اخواني مول الكاميو، علاش اخوطر بيضا غدو عليكم. مازال كنستنى التعاليق ديالكم، يلا يا اخوان تعاليقكم، شنو هي المناطق اللي بغيتو نتساراو في هذا في هذه الجهه؟ كل واحد يكتب اش المنطقه اللي اننا نحاولوا نشوفوها. كاين مناظر سياحيه ومناطق رائعه اللي الله سبحانه وتعالى عطاها المنطقه، اجي نكتشفوها جميع، علاش لا؟ نستعنوا بكم. يلا كل واحد يكتب ليا اش منطقة وانا في طريق القرقارات اللي لابدا خصني نشوف. مبقاش طريق جايب هنا، شتي تشوف هاد العين ولا تتا؟ واو لا طير يطير ولا وحش يسير.
يعملوها باش يعرفوا الدخلات ديالهم. هشام تبقل على خويا هشام. عمر تحية ليك، راه لي كومونتير ما كانوش يبانو ليا. دابا الضو ديال طرفايا تيبان ليا، وصلنا دابا طرفايا. رائع، جو رائع، جو رائع خويا حسن. حتى العيا ما كاينش زعما شي عيا، قاصح لي انا الطريق مزيانه، غير واحد انا خصو يرد البال للجمال ولا الرمله. وومنا وميد عنام وصح لاباس، وميد عنام دوامان ويايد وومنا. تحية الزول
سبق انت. عزيز سليمو صافا لاباس عليك بخير سليمو تحية ليك إذا غادي نزيدو ربما نيش أنا معاش ندخلو لطنطا ياك طرفايا محاس شتي طنطا سميتها طرفايا بعيدة طرفي على